امبارح عندي في البيت مشكلة مكتوم وانا اطلب من الله ما اقول بطني مليان حتى قول صدري دوس صدري صدري ثانيا فطرى ابو سليمان ولا مو الرابع يوم يطرون البر طلعنا الاسبوع اللي مضت الاخوه اللي عند بله ويوم جينا الحين نظام ما هو عندنا يا اهل المدن الضوء تشب قبل الفجر الله يزينه وتطلع القهوه عليها والقرص ولبن الناقه يفوح واللي فسحنا ولا طلعت الشمس احنا خالصين من الفطور ومن القهوه اللي بيربط واللي عنده شغل ثانيا بعادة طيبة هم حول خمسة أذواق ثم في بركة هاليوم الله مفطر مخلص من طلعت الشمس يومك كاليوم تقضي في كل شغل يا سلام بركة في اليوم بركة يا أبو عبد الرحمن المجرب صحيح اكثر كل منهم عند ابله أهاليهم هم معه انت غدا عند واحد متى الغداء عقب الظهر على طول ما في تاخير ما في تاخير لانك مفطرين الفجر ويجتمعون ويجتمعون يا ابو طول العمر يجتمعون اللي تبي الظهر واللي قبله تكون الظهر هذا علامه عندهم للحضور خلاص بعد الصلاه حتى لو ما يكلمون ولا غايب ما جاء بعد الصلاه اعتبرت ان عنده شغل لا يلحقني الملام ولا انتظره ولا خير لو على دجاجه ولا لحم حاشي ولا طليان الليل من بعد المغرب الغداء عند واحد والعشاء عند واحد والغداء عند واحد وسوالف طريه وش علومكم جاكم علوم حياه وشلون اقترانا وشلون عسم حد مريض وشلون ابنك فلان وش العلوم وسالفه وسوالف مثلكم شرواكم سالفه بقصيده سالفه بالجار سالفه بالاخو سالفه بوصل الرحم سالفه بفعل الخير في العلوم الطيبه والله اني قعدت عندهم رحت منا يوم الخميس والجمعه ولا جينا ليوم السبت حتى اني قالوا عيالي مشينا في الليل عقب ما تعشينا قلت مالكم دو احنا ما نداوم الا عشر في القناه زي ما انتم عارفين يوم جت ساعتك احنا مفطرين خالصين ورا لبخه والحويته انت خابري لبخه والحويته والله معروف ورا ونحرك ونجي هنا حول الساعه قبل الدور ما شاء الله مع هذا الخط الفاضي ما شاء الله هذه واحده ثانيا اخر شيء اخر شيء اخر شيء لا ولا لا لا راح راح طرح ابو عبد الرحمن ولا مجلس السامعين مدهون في القهوه وفي الدله وفي العلوم الزينه اذكر شيبان منهم شا ابوي قطين وانا رعل بها مصغير في بيوت شعب على عج فلا حول اربعه خمسه فلا جا عقب صلى الفجر ولا روح لهم كل منهم له حظيره ولا حظيره واحده حظيره من جربان ذاك الوقت قدام البيوت ما هي بالبيت فلا شب ضو مدن النجل تحسب ان عادي انا قصيره بشب الضو لا بقلط عليك ولا على ابو علي ولا على ابو عبد الرحمن يا سلام وجب. وانا اجيك بشحلت بها لبن واذا اجيب بشحلت بها قرص واذا اجيب شويه قهوه طبعا دي لكن ترى دنت النجل تكافل اجتماعي لا دن النجل والاول خلاص لو ذاك شاب الضوء في غني واحد منهم يقول يا ما حلا شبانها عقب الانعاش شبانها واهل الشقا ملتهيني ولا يقلط عندها كل بابات يحط فواده عندها لا تشيني شو ما ضيعها الله الله بريت تشكي على كل حماس وان حرقت تشكي على الطيبيني واخر ما بقول لا اشتغل للصلاه تكفون المشاهدين والمشاهدات اليوم ما عاد عقب اليوم يوم ثاني ما عاد بنا بين رمضان لعشر ايام وحنا نفتخر بكم ونبي شيء لنفسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايتها ايش؟ ايتها المشاهدين وايتها المشاهدات السلام عليكم وش الاناقه هذه؟ والله هذه فرصه سعيده اني تقابلت معكم أنا شفتك سابقا صح؟ بس أنا قد شفتك قبل اليوم صراحة ما عرفت يعني صراحة أنت غريب علي بالعقال واللحية البيضة الله يسلمك تفضل والله وش عند الرجال أبو علي والله يا طويل أنت أنت ميدي الله يسعدك شفت ترى أبو علي طال عمرك والله جاهز وهو طال عمرك المستودع
ما شاء الله. ولكن هو مسلم لعنه لكن استحى منك وقدرك. أقول بيض الله وجهه وما يسمع وطيبه من زمان ولا فضح على ما يسمع ولا قدم لي عليه إلا من كبر سني. تستاهل والله يرفع قدره والسامعين. وياك تستاهل والله يا ابو دخيل. الله يرفع لكن قدرك. قلت انا كان مثلا اني دعست البنزين لاني ما تاخرت عليه لاني اول تمس ابغى امزح عليك فقلت لخويك قلت انا انقل الميكروفون وانا امزح فراح الميكروفون وانا احتسبت بعد. لا على العموم الله يسعد صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. الله يسعدكم بالدنيا وبالاخره والله يجمعنا وياكم دائما على الطيب. انت جمعنا على الطيب.